بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، سأبدأ بهذه الآية. يقول الله تعالى في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الجهول هو الذي ينتظر يوم الحساب ليقرأ هذا الكتاب. لا يسرج نار ويجلس إليها، فإن النار بشير لمن يستبشر ونذير لمن تغني عنه النذر. هذا الكتاب هو قلم الله الذي خلقه وخلق له سمعا وبصرا وفؤادا، يجادل فيما يرى ويسمع ليقرأ في ذلك القلم. وقد قال الله لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في الغار: اقرأ وهو أمي والله يعلم أنه لا يقرأ بالكتب وقلم ما يسطرون. لذلك نعرف أن القراءة المعنية والأمر فيها ليست قراءة الكتب وقلم ما يسطرون، وإنما القراءة بقلم الله التي دائما أتحدث عنها، من الذرة إلى المجرة، ومن البذرة إلى الشجرة، ومن الفيروس إلى الحوت. هذا الخلق العظيم، هذا الذي قال الله للقلم اكتب وكتب هذا القلم، ما أنجزه الله لنا بعلم نقرأه وفرض علينا بالسمع والبصر والفؤاد. وقال الله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الأدوات الثلاث هي النعم التي سنسأل عنها يوم القيامة، النعم الرئيسية: السمع والبصر الفؤاد والناصية وما حوت، والقدم وما سعت. إخوتي، علينا أن نرجع لهذا القلم، فلا علم أبدا من دون علم القلم، صدقوني. فجميع العلوم التي استفادت منها البشرية جاءت من أمية. فالذي اكتشف اللقاح الواقي حلاب بقر، الذي اكتشف المجهر فراش مدرسة، الذي اكتشف نعمة الإلكترونيات والإعلام والاتصال والراديو وكل هذه الأشياء لم يكمل رابع ابتدائي. لذلك أقول دائما: not the college, not the book, not the teacher to seek knowledge. لا الكتاب ولا المدرسة ولا المعلم يعلمك. إن لم يعلمك كيف تتعلم فليس بمعلم. لذلك اقرأ بقلم الله أولا، وهذا القلم الذي علم به الله الخلق من كرم، ليس معلم ولا يحتاج إلى حضور، فقط يحتاج إلى جدل، أن تجادل فيما ترى وتسمع. فالجدل أمانة عجزت عنها السماوات والأرض والجبال، وهي أن نجادل فيما نرى ونسمع لئلا نكون إمعات. فالإمع هو الذي يسمع ويرى ويتبع دون أن يسأل. لذلك علينا أن نرجع إلى ذلك الكتاب العظيم، اللوح المحفوظ الذي أخذت منه التوراة والإنجيل والقرآن. إن علينا جمعه وقرآنه. من أم الكتاب، وأم الكتاب ليس كتابا مطويا عند الرحمن فقط، بل تركه لمن يريد أن يقرأ بهذا القلم العظيم. تلك السدرة التي أقول عنها: يا سدرة الحقوق والأحقاف خاوية، تروي بك الريح ما لم تروه الرمم، قصي على التيه أجداث بها غبرت، فالتيه أم ثكول قلبها شبم. يا أمة الخضر كوني خير شاهدة، فالباسقات ترى ما لا يرى النجم، وكل مخطوطة في الأرض قد نهلت، من المعين كريم ذلك السحم. والناس مرج فهذا ملحه أجج، وذاك عذب فرات سحبه ديم. وفي الوليد رجال لا خلاق لهم، وفي الوليد رجال غضبهم طيم. والنقد إن كان جراحا فإن له
في مشرط الحق حق تده الذمم. فصاحب القول إن كانت صحائفه بيضا تبين فلا خوف ولا ندم. وصاحب القول إن في قوله عوج فالمستقيم صراط حده عدم. من يطلب العلم كي يؤمن فإن له من بعد علم إذا لم يؤمن النقم. يا من هل العلم جرد من سيوف أبي سيفا أبيا قويا قاطعا يسم. واضرب رقاب ملوك الجن قاطبة كي يؤمن الجن أن الطين يحترم. لم تؤوني كرمة قد أجهضت أدما يسري مع الطين شيطان له الرجب. وما تفيأت ظلا ليس لي بحما ولا وقفت بباب تؤتني العظم. أوي إلى ربوة يخشى عمامتها الجن والجهل والدجال والظلم. ببطن مكة رب العرش بوأها النيل والشط والأعراب والعجم. لا أجتبي الدر إلا من مكامنه در قرأت له ما سطر القلم. فاقرأ بربك أقلام له كتبت أن المجرة ذرات بها ركم. واقرأ بربك أقلام له كتبت أن الفسيلة فيها عجزة حطم. واقرأ بربك أقلام له كتبت أن الأليقة فيها ضعفة هرم. ما بين خلقين فلتقرأ فإن له في كل خلق شؤون أمرها قلم. من سأل الوردة الحمراء عن عبق أجابه الجذر من روث له طعم. واللون تيه خشاش الأرض تقرأه هلا قرأت وأنت الراشد الحكم. في كل ثانية يوحي لكم خبرا من أمر ربك يوحي ذلك القلم. يا وجنتي يعذرا حجرا يحاط رؤى من كل فج عميق قلت الجهم. نبئت بالأذن دون العين أن عصا قد فجرت أعينا سقيت بها أمم. ماذا أقول إذن والأذن قد سمعت وهل على الأذن ختم كفه رقم. والعين لماحة كم آية نسخت من الكتاب بديع نسجه قيم. والقلب يقرأ والنجدين مشرعة ويل لقلب إذا زلت به القدم. دلوى يكون ذنوبا ساجدا هجته فالأرض تسجد والنجمان والسدم. من كان ذا خيبة من غير صائبة على السلام ربيع تسقه الشؤم. على السلام ربيع تسقه الشؤم. على السلام ربيع تسقه الشؤم.